دول مجلس التعاون الخليجي تسجل نتائج متقدمة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، فمن كان في الصدارة؟ بحسب يعني تقرير لأورينت بلانيت ريسيرش نلاحظ أن الإمارات كانت في الصدارة بمتوسط 65.43 نقطة، تليها السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن بعدها تليها قطر، عمان، البحرين والكويت. طبعا اليوم الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي تم بناء على 5 مؤشرات عالمية كبرى. نبدأ مع مؤشر جي تي سي آي وهو مؤشر التنافسية العالمية للمواهب، وأيضا مؤشر ان ار اي وهو مؤشر جاهزية الشبكات، إضافة إلى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي ومؤشر الابتكار العالمي، وأيضا مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة. اليوم تقييم الأداء الرقمي للدول الخليجية بين أنها يعني تملك إمكانات واسعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب عدة عوامل، من بينها الذكاء الاصطناعي، الابتكار، تدابير الأمن السيبراني، مبادرات المعدن أو المدن الذكية، وأيضا التحول الرقمي. إذا عدنا إلى أحد المؤشرات العالمية وهو يعني مؤشر التنافسية العالمية للمواهب، نلاحظ أنه الإمارات كانت في المراكز العاشرة الأولى في المؤشر الفرعي تحديدا للوصول إلى فرص النمو. وأيضا إذا نظرنا في محور الأبحاث والتطوير، نلاحظ أنه السعودية كانت في المرتبة الأولى عربيا والعشرين عالميا. إذا هذه كانت أهم التفاصيل بشأن تقييم الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي.